هي هتبقى كده فطيره. اوكي تعالوا نحط على وشها سمنه او زبده، نعمل كده اهو، وندخلها الفرن ونبتدي نشتغل فيها بقى. طبعا الفطير المشلتت ما فيهوش زبادي، هتلاقوا دلوقتي في العجينه فيها زبادي، فهي فطيره طريه كده ولذيذه وجميله. فيلا بينا ندخلها الفرن ونيجي نعمل العجينه. مقادير الفطير السريع هتبقى عندنا 4 كوبايات من الدقيق، كوبايه زبادي اللي هي بالكوبايه المعياريه، معلقه كبيره بيكنج باودر، رشه ملح، معلقه كبيره من السكر، وهناخد تقريبا كوبايه ميه للعجن، وللتوريق زبده وزيت. يلا بينا. ادي الدقيق والسكر والبيكنج باودر ومفيش خميره، والزبادي والميه معانا هنا اهو، ونعجن. العجينة مش محتاجة سوائل، محتاجة تتعجن كويس. نكمل عجن. الزبادي هنا مخليلي العجينه طريه ولينه جدا، كل اللي انا محتاجاه ان هي تاخد حقها في العجن لان مفيش خميره، والزبادي هنا هو اللي بيقوم بدور الخميره وهيطلعها لي طريه جدا. وفي نفس الوقت مش عايزه ابقى مستعجله واحط معلقه دي الم بيها العجينه، انا عايزاها طريه وتتلم بالعجن. خلينا مره كمان عجنه كمان. انا مضطره ان انا احط شويه دقيق عشان الم العجينه، مضطر. ممكن تبقى ايدي زادت شويه في الميه واحنا شغالين. يلا بينا. بس كده ايدينا فيها زيت، اوكي، وطبق فيه زيت، ونبتدي ناخد من العجينه ونعمل كوره كده، كور بقى كده بالشكل ده، لينه كده زي ما احنا شايفين، وايدينا فيها زيت اهي، اوكي، ونسيب الكور بتاعتنا دي بالطراوه دي بالمطه دي كده اهو ترتاح، اوكي. يلا وهكذا هنعمل اكتر من كوره، نحاول ان الكور يبقوا قد بعض. مفيش خميره، احنا مش سايبينها تخمر،
احنا كل اللي عملناه ان احنا عجناها كويس قوي، اديناها سوائل تخليها تمط وتشد معانا كده واتعجنت حلو، هي سوائلها كتير، وبنلمها بالزيت. عايزه اخد بس اللي هنا دول. تعملي حجم الكوره اللي انت حباه، اهم حاجه ايدك يبقى فيها زيت لان هو ده اللي بيشكل معانا. هي العجينه بصوا خطيره، تحفه تحفه، هتطلعها تحفه اهي. بحب العجين قوي. خطيرة خطيرة خطيرة. هي لو ايدك فيها زيت الدنيا هتظبط معاكي، هتبقى زي الفل بس كده. طبعا انتوا بقى اعملوها في مساحة اكبر من كده علشان انا ابتدي اشكل وايه وابتدي اشتغل على طول. هنسيب الكلام ده يرتاح نص ساعة وبعدين نشتغل. هي ما فيهاش خميرة فمش هتخمر، بس هسيبها ترتاح نص ساعة. تعالوا بقى اوريكم ايه مثال. نودي دي ورا. لسه الفطيرة تمام، عايزة بس احرك كده يمين وشمال. خدت العجينة اللي احنا بنفردها دلوقتي دي، بصوا اهو زي بقى كأننا بنعمل فطير عادي. نرقق، ما ترققوش قوي، مش موضوع يعني، مش ده اهم حاجة دلوقتي. 2 أو 3 زي ما تحبوا، وممكن في النص بقى بنحط الزبدة والزيت كده اهو كده اهو، وهكذا. تعملي طبقة كده اهو وتفرديها بإيدك، تاخدي الطبقة دي وهي كده وتقومي حطاها على الطبقة التانية، من طبقتين لتلاتة زي ما انت عايزة، لأربعة لو عايزة، معاكي من طبقتين لأربع طبقات. تمام تمام. وبعدين المفروض ان احنا هنعمل كده، وبعد ما احط الطبقات بتاعتي اللي هم تلاتة او أربعة، عشان انا بحط زبدة هنا، انا عايزة الزبدة دي تمسك شوية، فبقوم واخدة الطبقات دي وحطاهم في صينية ومدخلاهم التلاجة. تعالوا نحط ده على ده كده. كده كده كده، شكرا يا فندم. ونعمل كده. اوكي، لو قدرنا ان احنا ندخلها التلاجة بالشكل ده يبقى يا ريت. كده اهو. اوكي، وبعد ما هتخرج من التلاجة هتبقى عاملة ازاي؟ انا مش عارفة هي دي انهي. اهي، بعد ما هتخرج من التلاجة هطلعها واعتبروا ان اللي معايا دي كده خرجت من التلاجة، بس انا ما عنديش مكان اشتغل فيه. استنى ثانية واحدة، هنفردها مع بعضنا كده. هوسع لك حالا حالا. انا عايزه اوريكم حاجه، انا عايزه اعمل كده 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 زي الرول. اعتبروا ان دي لما دخلت التلاجة بقت زي الرول بالشكل ده. اوكي، وبعدين تلفوا الرول ده كده 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 اهو، وتسيبوا بقى الكلام ده يرتاح بالشكل ده علشان هو مش هيفرد معانا الا لما ترتاح. فحطها هنا كده وافردها بعد ما تخلص خالص وتهدى كده معانا وترتاح، هقدر افردها بنفسي تاني وهكذا. نفرد كده تاني كده. انا هنا الزبدة، وطبعا هي ارتاحت شوية في التلاجة، اللي معايا دي مفرودة كده ومرتاحة في التلاجة كويس. بعمل كده رول كأني حشية الرول ده حاجة. ممكن نحط كمان زبدة هنا لو حابين تورقوها كده بزبدة. كده 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 اهو. وناخد الصينية نقفل دي كده 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 اهو. وبرضو نفس الكلام
هيبقى ضروري جدا، ناخد بس سمنه، ضروري جدا ان هي تتساب بالشكل ده، الرول ده كده اهو، ترتاح خالص، وبعدين ده ضروري لازم ترتاح تاني، وبعدين هتبقى زي ما احنا عملناها في الاول خالص، نقوم بقى فردينها بايدينا، فتبقى الفطيره اللي في الفرن او الفطيره اللي قدامنا هنا، وهوريها لكم من جوه. تعالوا نشيل ده ونشوف اللي في الفرن برضو، يمكن تكون خلصت يعني الى حد ما، اخدت سنه لون حلو. احنا خلصنا خالص ولا لسه؟ طيب تمام، اتهاون اتهاون لا تعليق لا تعليق. اوكي احنا كده ايه، بصوا بقى، طبعا وقفنا عند ان احنا عملناها بالشكل ده الحلزوني ده، وبعدين هنفردها لما ترتاح، ترتاح بقى 10 دقايق، ربع ساعة، تلت ساعة، المهم ان هي لما افردها تتفرد معايا. فلما هتتفرد معايا هتديني التوريقة اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي اهي، بصوا هتديني فطيرة مش يعني مش فطير مشلتت طبعا، ما اقدرش اقول عليها فطير مشلتت، ولكن فطيرة حلوة، طعمها حلو، مورقة، لذيذة اهي اهي، فيها توريقة حلوة وجميلة وطرية جدا، وطعمها حلو، طعمها مميز بصراحة. دي التوريقة بتاعتها، تعالوا نطلع اللي في الفرن علشان هي خلاص برضو ممكن اوريها لكم وهي سخنة، اخدت لون حلو، واكيد وهي سخنة هتكون احلى كتير. بصوا انا عايزة اجيب سكينة، نحط لها بس كده حبة زبدة اهي، اها زبدة بقى تلمع كده، يا رب تبقوا سامعين القرش اهو، سامعين صح؟ اوكي ادي الفطيرة بتاعتنا من كل الجوانب، من جوه ومن كل حاجة، لان انا مش هعرف طبعا افتح اكتر من كده من جوه لانها سخنة قوي قوي قوي، بس مورقة وجميلة. ان شاء الله جربوها وتعجبكم.